الواحد إذا بدي أتذكر أني أول ما أجيت إذا حدا يسألني أصير أبكي دغري، ما أقدرش أتحمل. بالليل الرصاص يوم نصير كسر عندي شباك القزاز تبع الحمام ورصاص فاتت علينا على البيت. أنا وولادي يمكن بقول أنا يمكن صار عندهم مرض نفسي وقت. واحد مسكوه والتاني تقوس بالأرض قدامنا. التاني يوم رجعوه على البيت والله حطوا النار فيه وحياة الله قدام عيوننا، حطوه بالغرفة وشعلوا بالنار بالغرفة اللي هو فيها. ما عادش قدرت أضلني، كنت خلص بدي أطلع لعند أختي على الأردن. أول شيء بالنسبة لي أنا ما كنتش أعرف هاي الشغلات بالمرة على الأكيد، يعني عرفت شلون. اشتغلنا مع الأنسة ساجدة بالمنظمة بإعادة التدوير وهيك شغلات، فعملوا لنا دورة. أنا ما كان عندي فكرة نهائيا، عرفت شلون. حتى بعد يمكن فترة ما بلشوا تروحوا على عمان وهيك شغلات أنا ما كنت أروح معكم. بعد فترة بتحكي لي منال إنه شو رأيك تروحي، قلت لها بروح. فشفت الشغل، أني عجبني شغل الورق. أني بطبيعتي من زمان بحب شغل هيك الورق، وكنت أعمل بوكيهات ورد وشغلات كتير من القماش وهيك شغلات. أكيد كان صعب، يعني أنا يمكن لحد هسه صار لي 7 سنين هنا ما اختلطتش بحدا غير يوم اني اشتغلت في المنظمة. يعني ما كنتش أسترجي أطلع أصلا، كنت أخاف عن جد يعني إنه إني أطلع. بس يوم إني اشتغلت بالمنظمة يمكن حتى شخصيتي قويت، صرت أتعرف على الناس، صرت أحس إنه الناس اللي هون مثلا بيتفهمونا، يعني بيساعدونا كمان، عرفتي كيف. ارتحت يعني حتى نفسيا ارتحت. بيني وبينك كنت ما أنامش، والله العظيم ما كنت أنام، بس لما شفت الناس اللي هون يعني قديش بيحبوا يساعدونا، قديش بيوقفوا جنبنا، نفسية الواحد بترتاح. بس كنا ننبسط عن جد، يعني انبسطنا، تعرفنا على بعض كثير، عرفتي كيف. والله العظيم يوم خلصنا انه كلنا صرنا نبكي يوم فلينا، كان أردنيين ولا سوريين. بيني وبينك لقيت نفسي أني اصلا اني صرت اشتغل هيك، احس حالي اني بنتج شيء. حتى لو يعني كنت امل طول النهار لا قاعدة لا شغلة ولا عملة ولا روحة، بس هسه عنياتي بتلاقيني أكثر وقت بقضي إني أشتغل بالورق.